نعم، النظام هذا نظام جبان، نظام مجرم معروف عليه أنه يقوم بكل يعني الأمور الغير قانونية، فضرب صهيب دباغي يعني غير مستغرب. النظام هذا يقوم بكل الأعمال الغير قانونية من أجل إسكات يعني كلمة الحق، ومن أجل إسكات صوت المعتقلين. فالإضراب الكرامة هو جاء نتيجة للتعسف في حق المضربين، لأنه فيه ناس موجودة في السجون منذ 7 أشهر بدون محاكمة، حتى أنه نقلهم كان غير قانوني. فكيف أنت تنقل شخص وأنت أصلا مازال ما أعطيتلوش الحكم نتاعه؟ فهنا النظام يريد أن يشتت يعني المضربين، ويشتت حتى عمل هيئة الدفاع حتى لا تنقل الأخبار يعني بسرعة. فهذه استراتيجية واضحة من طرف النظام. نظام اليوم قادر يعمل أي شيء من أجل يعني عدم خروج المعلومة من أسوار السجن، وخاصة المعلومات التي تخص المضربين، الذين أحييهم بالمناسبة على إصرارهم وعزهم وعلى نضالهم من أجل إثبات براءتهم. فهم مناضلين سياسيين قالوا فقط وعارضوا النظام بالكلمة وليس بالعنف، ولكن النظام اليوم يعني يجلي هؤلاء المناضلين الذين يناضلون من أجل الجزائر بالتعسف في حقهم وضربهم وحتى المساس في كرامتهم. الأمور هذه النظام معروف عنه، وأنه يعني أنه يقوم بهذه الأشياء ويهدد ويضرب ويعمل أي شيء، حتى بيان النيابة العامة الذي كان تهديد صريح يعني لهيئة الدفاع. أول مرة يعني يشوفوا أن النيابة العامة تقوم بتهديد محامي متهم يقوم بإطلاع الرأي العام على الحالة الصحية ل يعني الموكله. فهنا النظام سارع ويسارع من أجل تشتيت يعني الجهود، ومن أجل تشتيت المعلومة، ومن أجل عدم الخروج بالحقيقة للرأي العام وللمؤسسات الدولية والمنظمات الدولية التي تهتم بقضية المضربين حالياً. بالمناسبة، المؤسسات الدولية أمنستي انترناشونال تدعو عريضة، تدعو تبون لإطلاق سراح المعتقلين، معتقلي الرأي، وتبون كان يشيد بالمنظمة أمنستي انترناشونال، ينتقد مثلا منظمة مراسلون بلا حدود أو أرساف، بينما كان له تصريح يقول أنه عنده احترام لأمنستي انترناشونال التي تؤكد أن هناك إضراب عكس ما تم فيه السلطات، وأنه تدعو تبون وهناك عريضة حتى لإطلاق سراح المعتقلين. نعم، يعني تبون معروف عليه أنه إذا شكرته راح يتكلم عليك، ولكن إذا كان انتقدته أو قلت أنه لازم تطلق سراح المعتقلين فهنا يعني كالأطرش في الزفة. فيعني الأمر واضح، المحامين أكدوا الإضراب، عائلة المعتقلين أكدوا الإضراب، نقل الخبر عن طريق وسائل الإعلام يعني المستقلة، ومنظمات الدولية مثل منظمة أمنيستي انترناسيونال قامت بعريضة موجهة لعبد المجيد تبون من أجل إطلاق سراحهم، ولكن رأينا نحن يعني رد فعل السلطة. فبعد العريضة قامت السلطة بتشتيت المعتقلين وتحويلهم لسجون أخرى بدون أي سند قانوني. كل شيء تقوم به اليوم السلطة خارج القانون الذي أصلا هم سنوه. فكيف يعني هذا؟ أمور يعني غير واقعية، أنك تقوم بقانون ثم تخالف. السلطة اليوم جنى جنونها من إضراب المعتقلين، لأن الإضراب في السجون هو سلاح، لآخر سلاح أو آخر نقطة للنضال من أجل يعني تبرئة صاحب هذا الإضراب. ونتمنى لهم السلامة إن شاء الله، ونتمنى لهم يعني إطلاق سراحهم عن قريب.